السلام عليكم. فكرة بسيطة نزلت منها حلقتين وهذه الثالثة، طورناها شوي وحطينا لمساتها الخاصة لأن الوضع أبو خالد يحتاج صعوبة. أبو خالد جاهز بنظاراتنا، يعرف إيش عندنا. عندنا أبو شو، فيرفولي، روب ستار، خالد بلو. بكل بساطة اثنين آيفون فائزين بالمقطع، في مراهنات قاعد تجي من البداية. عندنا الخيل الأسود، الحصان الأسود. عندنا أبو شو مرعب وأنا خايف إنه يأخذ الجوال، ولكن أقول لكم شيء. النمر البري. النمر البري. نعم. روب والله ما تفوز. أقسم بالله لو تفوز أعطيك 3 آيفون. رب العزة والإكرام، 3 آيفون برو لك أنت الحال كذا فزت. ولكن عزيزي المشاهد لازم أوضح لكم إيش أنا هايت. ليش أنا هايت؟ وش اللي أنت بطل؟ تفضلوا معي شباب. تعالوا كلكم هنا، يلا. ابغى منكم طلب يا عيال، ابي الكل يغمض عينه، ما بيجيكم شيء بس عشان المصداقيه. طيب لا تمسك الموت الان. ابيك تفتح عين. افتحوا عينكم، افتحوا عينكم. ممنوع الاقتراب. ممتاز. ممنوع الاقتراب. اللي بيصير الان، عندك 3 دقائق تمشي على السير، وعلى كل سؤال تغلطه من الاسئله اللي بقدم لك اياها راح ازيد السرعه عليك، راح ازيد بسرعه 1. حلو حلو. ولكن في حال انك طحت راح اطيح على مقطع. ثواني احمد اسحبه بشوف ذا اللي وجهه ذا. هذا طلع عمك والله. هذا جراح. هذا طلع. ركزوا معي الان بالكلام اللي بقوله. عزيزي المشاهد، اتمنى انك ما تقصر بدعمنا، قاعد اموت العيال عشانكم. فوت اسمه ملك. حلوه. اي حلوه. يلا تعال اول واحد انت. لا رب الكعبه. اوكي بتكون في قرعه. قبل الله اشرح لك يا ابو خالد المقطع، أقول لعزيز المشاهد شيء. أقول لكم عن اللعبة اللي حملوها أكثر من 140 مليون نسمة. تعالوا أقول لكم. ترى إيش معنات 140 مليون إنسان حمل اللعبة؟ أي معناتها أن اللعبة هذه ناجحة وتكلمت فيها أكثر من 3 مرات بقناتي لكم أنتوا حبيتوها وصرتوا تتفاعلون معي فيها. بكل بساطة هي لعبة استراتيجية متعددة اللاعبين وفيها أكثر من 14 حضارة. أتوقع عرفتوها الآن. رايز اوف كينجدوم يا اخوان، غنيه على التعريف. لعبه على جوال تقدر تحملها مجانا. الميزه في اللعبه انها تصلح للناس المعرقه واللي تفكر كثير واللي تحب تبني خطط وهجمات على ناس سواء اخوياها او ضدها. ولكن كلامي معكم اليوم الحاجه واحده ابغاها تصير من لحظه ما اتكلم فيها هذه. اي واحد يدخل اللعبه يا جماعه بيكم تركزون، في ابطال كثيرين ولكن احنا يا العرب عندنا واحد من اعظم القاده في تاريخ المسلمين والعرب اللي هو صلاح الدين الايوبي موجود في اللعبه مع الجيش العربي. ففي فكره ابي اسويها، اي عربي جنبك اتحد معاه لا تهجم عليه. نبغى اي واحد يشوفه مع العرب نتحد مع بعض كلنا ونوحد هجمات على اي واحد يقرب علينا. هذه النقطه. والنقطه الاخيره، اي واحد يشوفني يا جماعه ويلقى جنب اسمي S6P اعرف انك انت من ضمننا ومن فريقنا. ركزي على القريه حقتك، تطور منها، ترى في اكثر من حضارات كثيره زي ما قلت لكم 14 حضاره. بتحصل حضاره يابانيه، صينيه، يونانيه، رومانيه. انت ركز على العرب وخلنا نتحد مع بعض ونقوي قرانا ونستولي على اللعبه. بحط لكم كود للتحميل، استخدم الكود اللي ظهر امامك وعليكم بالعافيه. رابط اللعبه تحت ونشوفكم فيها والوعد الميدان. والان خلونا ناكل التماسيح. بسم الله. الان فكره المقطع بكل بساطه، عندكم تايمر 3 دقائق من لحظة ظهورك على السير. أول ما تركب على السير بتكون السرعة 1. بيكون معي كتاب الأسئلة. كتاب الأسئلة مودي، هذا مو حقك. لو تقرأ إيش مكتوب هنا موجود، الطبعة الرابعة الأخير. يعني إيش الأخير. آخر شيء في السوق. حلو. حاجة مطورة. 1000 سؤال 3000 إجابة. على كل سؤال تغلطه أبزيد السرعة عليه عزيز المشاهد، وعلى كل إجابة صحيحة بتكمل على نفس سرعتك. حلو. 3 دقائق تستمر تأخذ الآيفون صلى الله على محمد. تغلط ممنوع تنزل. عندك المسبح وبنسمي بالله الآن بننزل الشباب. يا عيال الان تختارون اول ما مد يدي بين 5 اصابع. تمام. 1 2 3 اختاروا اصابع. هذا روب. اختار هذا ولا هذا. خالد الصغير. خالد برافو. ما عليه خالد. يلا والله مشكور، والله مشكور. طيب اللي بيصير الان عزيزي المشاهد واعزائي المشاركين، طبعا نحط التماسيح ويبدا خالد. أبطلب منك اذا تحب المحتويات من هذا النوع لا تحرمنا من اللايك لانه متعب يا جماعه وياخذ وقت. فوقف المقطع عطني لايك والله بعين كثير. واذا انا جديد معاك شنقك سبونج يوتيوبر وصل 11 مليون وبقى 12 مليون اضغط اشتراك تاتو وخلنا نكمل لان عندنا مسج باذن الله بشهر 11 بروح اغطيكم اياه. سم بالله. ايوه ايوه كثيرين 20 الله الان بنحرك. طيب خالد تفضل. ما عليك قبل ما ابدا. ها مبسوطين؟ شوف كيف هذول مبسوطين. اي راح يا طارق لاني اول واحد زين وبيشبعون بس. طيب. نظر وجيههم. طيب اول شوف. طيب شوف اللي تحت. يا ويلي ويلاه يا ويلي. شوفوا خالد خروجك من هنا توكل على الله. اذا خرجت ترى بقول كلمه تماسيح بيهربون مع كل طبه ممكن ما يسوي لك شيء. تمام. طيب حاليا في تماسيح وراك. ببدا التايمر الان.
جاهز؟ طيب يا خالد بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ التايمر الآن ونسألك أسئلة عامة ولازم تجاوب بسرعة. من هو صاحب لقب أبو الكمبيوتر؟ هل هو الأمريكي آيكو، الألماني ألفريد، الإنجليزي تشارلز بابج؟ الأمريكي الأول. الأمريكي الأول غلط، الإجابة الأولى غلط. بسم الله خالد، السرعة اثنين. السؤال الثاني خالد، من صاحب لقب الجوهرة السوداء؟ مارادونا، رونالدو، بيليه؟ بيليه. إجابة صحيحة خالد، إجابة صحيحة خالد. خالد، ما هو الميتتان اللتان أصلهما الإسلام؟ السمك والجراد، الكبد والطحال، المتردية والموقودة؟ ها؟ آخر واحدة. وشي؟ آخر واحدة. المتردية والموقودة؟ غلط، السمك والجراد. طيب خالد اسرع رتبي شوي، اسرع في يد والله الضرب. أربعة ضرب خمسة يا خالد. 20. أحسنت، طيب 3 9 كم؟ 3 9 إيه؟ 36. غلط، 27. طيب يا خالد ما يخالف أهدي لك شوي اللعب. الآن أنت بوقت ميكس 47. حيوان هدي أنت هدي علي. حيوان يعيش في قاع المحيطات والبحر وليس له رأس أو ذراع أو أعضاء. الإسفنج، الطحلب، قنديل البحر. إيش 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 إيش؟ حيوان يعيش في القاع المحيط وما عنده لا يد ولا رأس ولا أذرع ولا شيء ولا أعضاء. إي وش الخيار؟ الإسفنج، الطحلب، قنديل البحر. إسفنج. صح. خالد. اسم أبو الرسول. اسم أبو الرسول. 3 2 1 نزيدها إلى 5. خالد. خالد يا خالد كثرت مسح وراي. اصبر اصبر اخذ لي شوي. ماذا يطلق على من لا يرى بالليل؟ الاعمى، الاعشى، الاخطل. ايش وش السؤال هذا؟ ماذا يطلق على من لا يرى بالليل؟ الاعمى، الاعشى، الاخطل. شردك شردك. الاخطل. الاخطل غلط. لا حول ولا قوه الا بالله. خالد، ما هو اصل الفيل؟ وش اصل الفيل؟ من اي فصيله؟ احسنت يا خالد. خالد، ما هو اسرع حيوان بالعالم؟ البحر. صح يا خالد. ما هو اسرع سمكه بالعالم؟ التونه. التونه. احسنت يا خالد. 10 ضرب 9. 10 ضرب 9. اي 90. 8 ضرب 7. 8 ضرب 7. اي 62. 42 خالد. 42 الله ياخذ 42. طيب خالد، كم صلاه باليوم؟ كم الوقت؟ باقي دقيقه. خالد، ما هو اعظم ما هو اعظم اختراع في البشريه؟ ما هو اعظم اختراع في البشريه؟ الكهرباء. الكهرباء. احسنت. باقي 40 ثانيه يا خالد. اصمت، لا تمسك لا تمسك لا تمسك. بسم الله بسم الله. عطيني متعلق بروتي. وين شيلو 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 تخمم بروتي. تعلق في روب. مالي يا خالد، والله باقي 30 ثانية يا خالد. أقسم بالله إنك ما قصرت، والله إنك ما قصرت. مالي جيجي، هذا وقتك. إيش فيكم خفتوا؟ بدري انا ما خفت، انا ابغى بعده. يلا تعال دحوم. طيب بما ان الوضع توتر الان والعيال بدوا يقمطون، اللي بيصير كالاتي، راح نزيد الكميه. ولازم اقول لكم شيء يا جماعه الخير، الافكار هذه مو بس افكاري، هذا الشخص تراه شيطان، ولعلمكم عنده سناب طالع قدامكم. اي احد في خاطره حيوان معين، سواء يبغى يربي او يشتري، ايا كان سناب بلال ظاهر قدامكم، عندها انواع واشكال. روحوا تفرجوا على الاشياء اللي عنده لانها مرعبه. استاذ بلال، نبغى تزيد الكميه بس ثواني قبلها، الشخص اللي بيطلع الان. بسم الله عليكم. وقف وقف. مودي شلون؟ الامور طيبه، انا مستانس والله قاعد اشوفه. حجر ورق القص بين فيرفل وروب. ايوه. طرعه اربع اصابع بينكم. بينكم كلكم. اختاروا اصغر واحد. اختاروا اصغر واحد. اوكي احمد اختار فيرفل. اختار اخترت انت اخر واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. فيرفل. ايوه الله اكبر. ارق فيرفل. بسم الله. اضيف كميه، حطها في النص. يا فيرفل طلع وراك. كل مستمعين عندك. ابدا. طيب واحد، شغل وقت، ستارت. فيرفل. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. ابتدأ التايمر الآن. بسم الله. دحوم، بدأ مشروع الانترنت الأول في الولايات المتحدة، فما الجهة التي قامت بناء هذه الشبكة؟ وزارة الدفاع، الإعلام، جامعة نيويورك. وزارة الإعلام. وزارة الدفاع. لا، إجابة واحدة. الدفاع. إجابة صحيحة. يا ابن الذين. من القائد من القائد الليبي الذي ناضل ضد الاستعمار الإيطالي؟ عمر المختار، عبد الكريم الخطابي، محمد السنوسي. الثاني المختار. غير صحيح. الثاني مختار. المختار. يلعن شيطانه، المشكلة الثاني مو المختار. من أي فصيلة يصنف المرجان والإسفنج؟ نباتات بحرية، حيوانات بحرية. المرجان حيوانات والإسفنج نباتات. الإسفنج نباتات.
غلط بحرية. تو جاي السؤال تو جاي تو جاي. ما هي المدينة التي يطلق عليها أهلها البلاد الفضية؟ أرجنتين، برازيل، مكسيك. أرجنتين. بطانة. من هو مؤلف كتاب مجمع الأمثال؟ ابن كثير، ابن سينا، الميداني. الميداني. يا ابن الذين. كمان بر دقيقة. طيب خمسة بتسعة. 48. غلط. الله عرفني. 4-8. 4-8. 42. غلط. ماهر من الغياب. 3-3. 9. 9-9. 82. صح ذي. صح صح. نسيت انا. ها؟ 81. غلط. هيرفل. ماذا تعني كلمة ديناصور؟ حيوان مفترس، سحلية مفترسة، حيوان تاكل الحشائش. حيوان تاكل الحشائش. غلط. سحلية مفترسة. لحوم. 4-22. 4-22. سهلة. 20 هذه 100. ما ادري. تاخرت. 22. ما في مشكلة. طيب دحوم. قالت العرب سبق السيف والعدل، فما هو العدل؟ الندم، الأسف، اللوم. الندم. الله. لا الحمد لله. الله. اللوم. كم باقي؟ باقي لك دقيقة 20 ثانية. طيب لا تمسك، ممنوع المسك. دحوم. ما هي المدينة التي درست فيها؟ هيوستن، أوهايو. أوهايو؟ متى تأسست أوهايو؟ متى تأسست أمريكا؟ عام 1800 1802. ما سبب مرض الدوالي؟ القصور الوريدي، القصور الشرياني، القصور النتاجي. النتاجي. غلط. وريدي. يا جدع حرق البودي صح. لا والله صدق. فيرفل. نعم بطب. لا فيرفل ما بقى لك وقت. 10-3. 10-3. 9-9. 81. احسنت. 7-7. 7-7. 49. 49. تحط بجوادك. تون تون تون. كلهم تحت، كلهم تحت. اعطي يدك، اعطي يدك. بعيد 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 بعيد. شوف وين كان. بعيد. الآن بتزيد الصعوبة عليكم، الله يعينكم. إيه ورب الكعبة. يا جماعة تماسيح خافت من طبة فيرفل ومن طبة خالد، ولكن أقسم بالله لزيد الصعوبة الآن. اللي بيصير كالآتي الآن: التماسيح ما راح تنحط في الموية إلا إذا وصلت مرحلة التعب، راح تنحط قدامك. لا تعال روب، أنت لك 3 آيفونات، لا تنسى. 3 آيفونات. معلي أبو خالد، معك رضاة سباحة. واشوف هذا شوف تستح جاي قاعد يناظرني. انت شلت تعبان، شلت ورل، شلت ورل، وانت واصل للنهائي. هذا ما لعبت مسيح. طيب الان اللي بيصير كالاتي يا جماعه: هذه الكميه كامله ما راح تنحط الا اذا الشخص قرب يطب، وبتكون تحتها على طول. فكان الله بعونكم، ونبدا الان بالمتسابق. تدخل. روح يا كبير، روح يا رب الكعبة. لا رب الكعبة. يلا اشرب افسخ. هو تلني كده ليه؟ طيب قرعة 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 قرعة. اختار 3 أصابع. هذا كل واحد يختار. هذا خلاص مودي. يلا يا مودي. ما فاضي الآن، في شوية بس بقايا. أول ما تطب بتشوفون ايش بينحط. تفضل. تذكر أنا ما شفت الحلقة يوم إنك كنت معي، تذكر هذه؟ والله يا أبو خالد هذه كانت زمان. طيب الآن في تمساح وراك، تفضل كذا بس. ركز معي، أنت الآن سباح، ممتاز؟ حلو. التماسيح ما فيه، شو التماسيح وين؟ أيوه التماسيح هنا، بلال إذا قلت لك ارمي ارمي، ممتاز؟ أنا أبو خالد. ستارت، يبدأ التايمر أبو خالد، أبشر بالأسئلة الطيبة. بدأ. مبسوط الحين رايق صح؟ رايق صح؟ أصبر أصبر. كم عدد؟ سر عينك يا ولدي. قال بيكسر عينك يا ولدي. مقالب. يدك ممنوع تمسكها. ممنوع تمسكها. إيه نعم ممنوع. لقب هيرويد هو أبو التاريخ، أبو الطب، أبو العلوم. أبو الطب. غلط، أبو التاريخ. شنو الفلسفة؟ هو. واحد. ليه هذا كله؟ ما هي علامة الرفع الأصلية؟ الضمة، الألف، الواو. الألف. أحسنت. أيوة. مودي. مساء مسطح من الماء يحيط باليابسة به من كل جانب، ما هو؟ وشو؟ وش السؤال؟ والله ما سمعت. مسطح يعيش يحيط المياه من كل جزيرة. صح. بحيرة. بحيرة. والله نفسها. والله نفسها. ما هي السورة التي لا يوجد فيها بأولها البسملة؟ السورة ما فيها أولها بسملة. طه. طه. التوبة. لا مو التوبة. لا الأنفال. الأنفال. لا الأنفال. التوبة. التوبة. توبة والله. تمام التوبة. طيب شو ركز معاي. 4-5. 4-5. 20. 2-14. 2.
28 لا 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 10 ضرب 15 10 ضرب 15 10 كم؟ ضرب 15 ضرب 15 كررها 10 15 مرة 145 150 يا عمار والله 150 تعبت والله تعبت طيب بنهدي لك الآن أخلت أضربني كذا أتمسك أتمسك 4 باثنين 4 باثنين 8 طيب بلال مثل مسيح أحدها يعرف أني بطيح الحين ما أقدر والله ما أتمسك أتمسك طيب اسمع ما هي أول صلاة ما هي أول صلاة صلاها النبي ما هي أول صلاة صلاها النبي صلاة العصر الظهر 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 كم عدد ركعات صلاة الفجر كم عدد صلاة ركعات الوتر أتلبس بسم الله صلاة الوتر ثنتين الوتر الوتر تبدأ بركعة أحسنت صلاة القيام كم ركعة صلاة تبدأ بركعة أتوه من هو مؤذن الرسول بلا بلا أحسنت من هو شعر الرسول بلال بالرحمة حسام بالثابت حسام بالثابت طيب ابو خالد انت بيطيح طب الطريق يا طب ابو خالد وخر لرفسك انا اكرهك هذا العمر ما ابي اشوفك الطريق اقولك شيء ايه ولا ما اقول لا تقول خلي اقول توكل على الله توكل على الله توكل على الله توكل على الله كم وصلت ابو خالد والله تقييم وقت كويس قاعد يمشي استغفر الله ايه ما جاك شيء ما جاك شيء ما جاك شيء لا تفلم مفلم والله انه مفلم ما جاك شيء ترى والله احمد وروب اخر اثنين يلا القرعه بتبدا الان بينكم تمام يلا. اختاروا اصبع روب خلاص ثاني روح ثاني روب ما عليه روب ثلاثة آيفون وريك المسيح جيبهم ثلاثة آيفون يا روب هاي ما ضحك بشرط علمني إذا جهزت بس أبي قبل 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 أي شيء قبل أي شيء طالع المنظر هذا هذا كله بينزل عليك الآن أول ما تطب راح تنزل التمسيح هذه كلها في نفس اللحظة أحمد تكفى ممتاز؟ لا يعني لا تطب ماني ممتاز إذا جهزت علمني خليني أمسك شوي يلا أمسك شوي جاهز؟ بسم الله ستارت نبدأ الآن مع روب تايمر ثلاثة اثنين واحد روب ستارك بدينا بسم الله روب روب يا روب هلا هلا ماذا يطلق على عملية تحويل المادة الصلبة إلى سائلة؟ قل لي قل لي انصهار تبخر غليان انصهار أحسنت يا روب روب يا روب ما الدولة التي فازت بكأس العالم لكرة القدم 1986؟ البرازيل ألمانيا الأرجنتين غلط الأرجنتين أرجنتين أرجنتين مارادونا يا مارادونا طيب خليني أعطيك الدور الضرب شوي طيب ما يغالي من أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل أحمد بن حنبل مصعب بن عمير معاذ بن جبل صح عليك متى تأسست المملكة العربية السعودية 1230 1251 1251 ما أقدر أعيد لا يا هذا 1230 1351 1251 51 ما في خطأ 51 ما اسم أول سفينة دارت حول الكرة الأرضية أرمادا سانتا ماريا فكتوريا سانتا ماريا غلط فكتوريا حمد حمد وليد مساحتك حمد وليد إلى الآن ما حطيناهم نزل التمسيح الآن عشان يخاف زيادة لا 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 روب 10 في 10 10 في 10 20 100 يا حمار 100 صح روب تمسيح كله وراك نظر وراك أحمد مقدر خبر امسك يدك نظر وراك لا نظر شوف التمسيح شيل يدك ارفع يدك ارفع يدك باقي لك دقيقة ونص يا روب روب والله انهم كلهم وراك ورب الكعبة ما اكذب الله يرحم والديك طيب 4 ضرب 12 4 ضرب 12 ما اعرف ما تعرف 24 24 غلط ليش روب ما هو ولد الخيل؟ ابن الخيل؟ إيه؟ انا اصلا يا روب كلهم وراك بهدي لك السرعة الان ما تجي صغري طيب ما هو ما هي اول ولادة ولدها الكائن الحي؟ طبعا هي شيء رضيع. ماذا يسمى المشروب الحار؟ بارد هذا عطى 100 نكسر 5 ضرب 7 كم؟ 5 ضرب 7 معروف 35 يا حمار كلهم وراك طالع وراك لا كلهم وراك والله متجمعين وراك والله كم كاميرا مان كاميرا مان احتاج اشوف اللي وراك شوف كلهم يقول لك تعال طب عندي كلهم يقول لك طب بسم الله عندك وين انتم؟ يا
سعبينة سعبينة كان في كل مكان شفتها. لا انت تقول ما اقدر اطلع صدقتك انا ما اقدر اطلع صدق ما اقدر اطلع ليش ما اعرف هو ما قد طلع اسمع اليوم جت الفله ما قد طلع من هنا ما قد طلع ما اعرف ما من هنا ليش توك تتكلم ليش توك تتكلم ما اعرف اطلع ما اعرف اطلع ما جرب يحاول يا جماعه احنا خليني افهم المشاهد يا جماعه احنا نضحك مو نثنى خوينا ويمون عليه ولا خلاص توكل على الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم جاهز؟ جاهز يلا كل شيء واضح يلا بسم الله احمد يا احمد 4 3 2 1 عندك 3 دقائق يا احمد انت الرياضي فينا الله يستر منك احمد من قتل ابو جهل وحشي بن عرب عبد الله بن مسعود بلال بن رباح عبد الله بن مسعود صح بلال بن رباح لا كيف طيب ما اصل الاكراد عرب اتراك اوروبيين اتراك احسنت يا احمد ما هي المجره التي نعيش فيها مجره التنين الدب الاكبر مجره درب التبانه احسنت يا احمد احسنت يا احمد لماذا يحفظ اللبن في الثلاجه لقتل البكتيريا لوقف نشاط البكتيريا حتى لا يفسد بسبب الحراره عشان لا يفسد لا لوقف نشاط البكتيريا يا احمد جديده حلوه نعم يا احمد ما هو الطائر اللبون هل هو النسر ام الخفاشه من نعامه اللبون نعم النعامه الخفاش يا احمد يا حبيبي والله هذا الكتاب ما هو الحيوان الذي يحك اذنيه بانفه الغوريلا الدولفين الفيل الفيل لا يا احمد صح امزح ايوه من هو من هم اسرع الشعوب كلاما الانجليز الالمان الفرنسيون الفرنسيين احسنت 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 لقب ما شاء الله طلع ما هو اعلى برج اسمنتي في العالم برج ايفل في فرنسا برج القاهره برج بيزا المائل في ايطاليا المائل برج القاهره كيف ما هو اعلى برج اسمنتي اسمنتي برج القاهره طيب احمد يا احمد خلونا نقدر الضرب شوي لا تمسك النور 4 في 9 يا احمد والله العظيم ما تعرف ما في مشكله طيب 8 في 9 8 في 9 ايه يعني 8 اشخاص ايوه طيب احمد 11 ضرب 4 والله لا 44 يا احمد مستحيل ما عليه ما عليه ما عليه طيب احمد ما هو اسم ام الرسول اعرف اعرف تعرف امنه امنه احسنت يا احمد بس تاخرت طيب اسم عبري فماذا يعني ديفيد الرحمه الهديه المحبوب ديفيد ديفيد المحبوب صح الله يقطع ليش 7 ضرب 7 يا احمد 7 7 ايه 27 49 49 يا احمد 49 يا احمد احمد كم عدد عضلات السكس باك 6 سكس باك صح طيب يا احمد ما هي الدوله التي تمول العالم بالزمرد الهند اسبانيا كولومبيا الزمرد الهند الهند كولومبيا احمد 8 ضرب 7 8 ضرب 7 ما تعرف عادي غشش عادي غشش 4 ضرب 14 طيب يا احمد الان راح اسالك اسئله خفيفه باقي لك 50 ثانيه يا احمد 4 ب 3 7 12 يا حمار 9 ب 4 حطها 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 احمد باقي لك تقريبا 30 ثانيه يا احمد 30 ثانيه التايمر حقك وصلت للماكس الان انت ايفون جاهز ينتظرك باقي بعد وصل للماكس وصل للماكس احمد وصلت للماكس 20 ثانيه يا احمد 15 ثانية 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 أول فائز معنا الطلايبن الطلايبن وتستاهل وأقول لك شيء أقول لك شيء والله إني كنت واثق فيه الله يعطيكم العافية يا جماعة على المشاهدة أتمنى استمتعتوا شكرا من أعماق قلبي مقطع بسيط لطيف غير في جو وهذا الجزء الثالث ويتم الرابع ممكن أحط صمت قرش لا تحرمونا من دعمكم باللايك والاشتراك يا جماعة وترى قاعدين نبث كيك رابط منصة كيك طلعوا قدامكم اليوم الساعة 9 مساء راح يكون في بث إذا شفت كلامي هذا اعرف جلسة بثها الآن انسوا يا جماعة قناة بلال تحصلونها تحت في الوصف بدأ يوتيوب وعنده أنواع وأشكال حيوانات وقولوا له أحمد يبغى سمك قرش كلكم بتحصلون قناته تحت تراه يسوي أشياء أقوم اللي قاعد أسويها أنا يعطيكم العافية وفي الأخير رايز أوف كينجدوم رابط تحميلها تحت شكرا لكم يا مالك الله.